ما حكم الصلاة في بيت فيه صور ومجلات؟ أفيدونا بذلك بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، معلوم من دين الإسلام تحريم الصور وتحريم التصوير وتحريم اقتناء الصور لما جاء في ذلك من النهي الشديد في أحاديث متعددة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من الوعيد الشديد الذي يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب وأنه محرم شديد التحريم لما يجر إليه من محاذير خطيرة. أولا، فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل وادعاء المشاركة لله في خلقه الذي اختص به، فإنه هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومن ناحية أن التصوير أيضا وسيلة من وسائل الشرك. أول ما حدث الشرك في الأرض كان بسبب التصوير، لما صور قوم نوح رجالا صالحين ماتوا في عام واحد تأسفوا عليهم، فجاء الشيطان إليهم وألقى إليهم أن يصوروا تصاوير هؤلاء الصالحين وينصبوها على مجالسهم حتى يتذكروا بها العبادة كما يقولون، ففعلوا ذلك. ولما مات هذا الجيل جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليسقوا بها المطر وليعبدوها، فعبدوها من دون الله عز وجل، ومن ثم حدث الشرك في الأرض بسبب التصوير. وكذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل، كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم أنه قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وكذلك كان المشركون من العرب يستعملون الصور في دينهم، كانوا حتى إن الصور كانت في الكعبة المشرفة، كانوا وضعوها في حيطان الكعبة المشرفة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأزالها. ففتنة التصوير وفتنة التماثيل فتنة قديمة وهي فتنة خطيرة. وناحية ثالثة من محاذير التصوير، وهو أنه ربما يكون سبباً في فساد الأخلاق، وذلك إذا صورت الفتيات الجميلات والنساء العاريات في المجلات والصحف، أو صورت للذكريات أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يجر إلى الافتتان بتلك الصور، وبالتالي يوقع في القلب المرض والشهوة. ولهذا اتخذ المفسدون اتخذوا التصوير مطية ووسيلة لإفساد الأخلاق بتصوير النساء الجميلات الفاتنات على المجلات وعلى غيرها وفي الأفلام وغيرها من أنواع الصور التي تعرض للفتنة. فلا يجوز للمسلم أن يقتني الصور في بيته وأن يحتفظ بها، الصور التي ليست من الضرورية. أما الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان كصورة مثلا حفيظة النفوس وجواز السفر وإثبات الشخصية والهوية، هذه أصبحت ضرورية وهي لا تتخذ من باب محبة التصوير، وإنما تتخذ للضرورة والحاجة. أما ما عدا ذلك من الصور فلا يجوز الاحتفاظ بها، لا للذكريات ولا للاطلاع عليها وما أشبه ذلك. فيجب على الإنسان أن يتلف الصور وأن يخلي بيته منها مهما أمكنه ذلك. وإذا كان في منزل صور معلقة على الحيطان ومنصوبة، سواء كانت تماثيل أو كانت رسوماً على أوراق من صور ذوات الأرواح كالبهائم والطيور والآدميين وذلك من كل ما فيه روح، فإنه يجب إزالتها. لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ستراً وضعته عائشة على الجدار وفيه تصاوير، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت التي هي فيه حتى هتكت وحولت. دل هذا على أن التصاوير لا يجوز الاحتفاظ بها ونصبها أو إلصاقها على الجدران أو وضعها في براويز وتعليقها على الحيطان، كل هذا من الفتنة من المحرمات. فإذا كان هناك محل فيه تصاوير وفيه معلقات من الصور، فهذا المحل لا ينبغي أن يصلي فيه، لأن في ذلك تشبها بعبادة الصور والذين يعبدون الأصنام ويعبدون الصور، فلا يصلي في المكان الذي علقت فيه التصاوير، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم وغيره.
والفقهاء يقولون لا يستقبل الصورة وهو يصلي، هذا شيء معروف عند أهل العلم، بل إن المكان الذي فيه تصاوير لا ينبغي أن يصلي فيه الإنسان ولو لم يستقبل الصور، ولو كانت على جانبه أو في حائط غير مستقبله فإنه يكره له أن يصلي في هذه الغرفة أو هذا المكان حتى تزال هذه الصور، بل يكره له أن يجلس فيه وأن يرقد فيه ما دامت الصور منصوبة ومعلقة فيه، يكره للمسلم أو يحرم على المسلم أن يسكن في هذه الغرفة إلا بعد أن يزيل هذه الصور. بارك الله فيكم.